انا قاعده لك يا نديره لما اشوف كلام ايه تاني اللي انت ناويه تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيده؟ انت كده غلطتي، وانا اللي يغلط فيه لازم يتربى. اسمعوا يا ناس هوين، قال ايه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي كده. ها يا مرة 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 يا مرة. لما يجي زجابر انا هخليه يعرف شغله معك. ده لو لقيني من اساسه رايحه على فين يا حكمة؟ رايحه البيت ناسي لحد ما يجي جوزي والحد حاضر الموضوع ده. ينصر دينك يا حكمة، عملت اللي كان نفسي اعمله من زمان. ادي الحريم ولا بلاش. مبروك يا حبيبي. حبيبي ابني حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك. انت مبروك ابدا. الله يبارك فيك يا ماما، ربنا يخليك يا رب. كده عقبال ما نفرح باولادك وانت وسلمى يا رب. حياتك يا حبيبي. حمال عزيز مبروك يا ابني. الله يبارك في حضرتك. ربنا يخليك بخير. مبروك يا بنتي. اوعى بقى يا سعيد. يا دنيا يا بنتي مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا دنيا. حماتي مفيش مبروك لجوز بنتك؟ لا ازاي؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلي بالك منها. في عينيا الاثنين. دي بنتي الوحيدة. أما أنا عارف حضرتك ما عندكيش غيرها هي وسهل. يلا يا سعيد. الله يكون في عونك يا عم سعيد. مبروك يا حماتي. الله يبارك فيك. أنت مبروك يا حماتي. مبروك منها. ها؟ حبيبي. ألف مبروك. مبروك. باشا ألف مبروك يا حسام. الله يبارك فيك. ازيك الباشا اخباره ايه؟ تمام الحمد لله. تحياتي ليه وليه حسام الهلالي بيسلم عليك. كان نفسنا يبقى معانا والله. ربنا يخليك يا ابن الجناية. ايه الحلاوة دي؟ انت بتذاكر من ورايا ولا ايه؟ ده انا بلح بقالي اسبوعين. الامتحان امتى؟ طمني. خليك الامتحان بتاعك. يلا ربنا يسهلك. يلا عقبال عقبال الناس كلها. عقبال الناس كلها. ايه مفيش حاجة غلط. مفيش حاجة غلط. الناس كلها. بقول لك ايه؟ يلا. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So hey, smooth, sway. اديني حكيت لك يا سيدي الناس بنت الترشت عملت فيها ايه. كي تستجرى وتعمل فيك كده؟ عشان غلبانة وقليلة حيلة استفردت بي، وحريمك بدل ما يدافعوا عني وقفوا يتفرجوا. وقفوا يتفرجوا كلهم؟ ليلتهم كحلة الليلة دي. ما عملتش حساب لكبير ولا لصغير، وبعد ما عملت عملتها السودة دي خدت في وشها وطفش. انت
طفشت. راحت لفين؟ غارت لبيت ناسها. كيف تستاجرها وتعمل كده؟ ايه فاكرة البيت ده ملوش كبير ولا ايه؟ بنت جليلة رباي وبينها كده هتتعب دياب اخوك. لا 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 ده هي اللي هتتعب قوي وشكلها كده لازم يتكسر لها ضلة. لا رايح فين يا سيد الناس؟ رايح لها رايح لها بيت ناسها. لا بلاش 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 استني ده انا الليله هجيب عليها واطيها. بلاش بلاش يا سيد الناس بلاش هيقولوا اني خبصتك عليها. انا ما حدش يعرف يخبص معايا. بلاش يا سيد الناس يا سيد الناس بلاش. انا وقتي والزمن طويل يا حكمت. جريها بنت انت عامله زي الكرش البراني اللي كل ما نصرفوه يعاود لنا تاني. لا يا عمي ما تقولش كده. اسكت انت. يا راي يا سادق انت مهما كانت بنتي ولا يمكن يسيبوها تتبهدل خالص. انت تتلكك عايزه تفشكل الجوازه وتبوظ الترتيب. خلصت كلامك يا عمي؟ ويفيد بيها الكلام وانت راسك ناشفه وحجر صوان. راسي ناشفه صح لكن في الحق عشان انا مره حره ومحبش حد يدوسلي على طرف وهعيش حره واموت حره. وبعدين انا رجعت البيت ابوي ومحدش يقدر يمنعني مني. بيتك ومطرحك يا بنيتي. جريها يا نفيسه ده بدل ما تعجليها. يا عمي ما احنا لازم نقف جنبها ونعززوها قدام اهل جوزها عشان يقدروها ويعملوا لها الف حساب. دي مهما كانت بنت الطراشنه. اسكت عاد ايش فاهمك انت؟ سي سعد عايزه ايه يا زفت؟ سي جابر البطاش جه تحت مستني حضرتك. وري انا جاي وراك. حاضر. هذه المصيبه السوداء. شفت عمايلك يا ست حكمت؟ اتدلع وشوف عاوز ايه. ما انا خابر هو عاوز ايه. جاي يدينا كلمتين في جنابنا بسبب بنتنا اللي ما عرفناش نربيها. انا متربي احسن رباية. وهي اللي متربي احسن رباية. تفوت بيت جوزها من غير اذن. شكل هم. مالك يا محروس فيك ايه؟ خايف. خايف عليك يا حكمت. ما تخافش. انا عارف انا بعمل ايه. عجبك اللي عملته بنت اخوك يا صديق بيه؟ طبعا لا يا سي جابر. بس انت كمان مرتك نجيبه غلطت فيك. هي اللي مدت يدها على مرتي. طحنتها ضرب وبعدها خدت في وشها طفشت وجات على هنا ما عملتش اعتبار لاي حد فينا. في دي عندك حق. بس انت خابر. ده كلام حريم لا يقدم ولا هيأخر. لا يا عمي. دي حديد صح. والحريم اللي انت بتستجل بيهم دول غير ما انت فاهم ويا ويلك من كيدهم. ايه اللي دخلك في كلام الرجال؟ الموضوع ده يخصني وانا حق واحدة اتكلم فيه خصوصا ان اللي هيمشي في الاخر لازم ان يكون بخاطري وعلى مزاجي. شايف؟ جايب بنت اخوك وقلة ادبها؟ جابر كونك اخو دياب جوزي ما يدكش الحق تطول علي خصوصا ان الست مرتك هي سبب المشكلة. حكمة لما مال واعملي لي اعتبار. انت على راسي يا عمي لكن ما تاخذنيش كل شيء هيمشي برضاي. وايه عادي اللي يرضيك يا حكمه هانم؟ اقعد هنا معززه مكرمه في بيت ناسي لحد ما دياب يعود من السفر ويشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني انت بدك تشعلليها؟ لا انا بدي ارسى بيناتنا حدود عشان ما حدش يخطيها. ليه كلام ايه وحديد ايه الماسخ ده؟ شوف يا جابر نجيبه مرتك عايشه متبخدده وكبسه على نفس باقي حريمك ومستجويه عليهم اكمنها جابت لك الواد. وانت ايه اللي خششك بناتك؟ هي اللي خششتني لما حاولت تكتمني زيه. كانت فاكره اني هنيه خواطاتي لكن لا انا مره حره ومحدش يتحكم فيا غير برضاي. وان قلت لك هتاجي معايا دلوقتي حتى لو عصبانيه. ده ممكن يحصل يا جابر لكن في حالة واحدة بس لو قتلتني واخدتني جثة. يابا يابا اصحى يابا انا طاهر. اصحى طاهر. ازيك يا حبيبي؟
وحشني قوي. انت كمان وحشتني قوي يابا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يخليك لينا يابا ويطول لنا في عمرك. يلا حسن الختام يا ابني. ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر عليك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويخليك لمراتك ولولادك وتفرح بشبابك. تعيش يابا. قولي يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه واصل، قلت اجي اشقر عليك الاول قبل حق. بص بقى، جبت لك معاي الموزه بنقطه اللي انت بتحبه، وعايزك بقى تخلص لي الكيس ده كله. خليهم يا ابني لمراتك ولولادك. ماني عملت حسابي، جبت لهم معايا بجنيه بطاطا مشوية. ايه كتر خيرك يا ابني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. ولا يحرمني منك يابا. ده كفايه انك انت يا ابني مش مخليني محتاج حاجه ابدا. ما تقولش كده، هو انا انسى؟ ده احنا كنا عيال صغيرين لما امي ماتت وانت مرضتش تتجوز عشان ما تجيب لناش مرات اب تقرفنا في عيشتني، وكان نفسك تعمل لنا كل حاجه، بس انت كنت كحيان اياميها وما كانش حيلتك اللضا، وكنت دايما تقول لي يا طاهر يا ابني العين بصيره والايد قصيره. كان غصب عني يا ابني. انت هتعيط وتقلبها لي مناحي، ماني عارف انه كان غصب عنك، عارف ومقدر كمان. ربنا يخليك لي يا حاج. ما تخافش، ده انا هقشر لك موزتين عشان تزلطهم على بق واحد. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك سعادتك. انسى الشغل دلوقتي بقى واتبسط. حاضر. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. كلميني اول ما توصلي. يلا بالسلامه يا بنتي. خدي بالك من جوزك. يلا يا سعيد. حاضر. مش فاهم والله. تروحوا ترجعوا لنا بالف سلامه يا نور عين. خلي بالك مني يا سلمى. ها؟ عايزاكوا بقى تقضوا كده هنيمون حلو وتنبسطوا، المكان هناك يجنن. خليكي في حالك انت يا اختي ملكي. ماشي. ما انت سبقتونا وجربت. بقول لكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم انت بتاخد الخط من اولها ولا ايه؟ انا حجزت لكم في نفس الاوتيل وفي نفس الاوضه. نفس الاوتيل ماشي، نفس الاوضه لا، تاخد مراتك وتروح انت نفس الاوضه. يلا كده برضه بقى من نفسك يا عريس. بقول لك ايه؟ لا مؤاخذه يا جماعه، تعالى. محمد امك ها مواعيد الادويه ولا اكلمك افكرك؟ خلاص يا حسام، ورحمه ابوك ما فيهاش اهمال. خلاص خلاص تمام. بقول لك ايه يا حبيبي، هو انت بعد حده الفرح بتاعت النهارده هتعمل ايه؟ هو انت هتفضل رزق طول عمرك كده؟ انت مالك اعمل ايه؟ اعتبرها ماموريه يا باشا. يبقى ماموريه سعيده. يلا يا باشا. مبروك. يلا ولا ايه؟ يلا مش هنفضل واقفين في الزحمه دي. يلا سلام على سلام محمد. عقبال عندكم جميعا، عقبال عندكم جميعا. مش عايز تحيي سياده اللواء؟ تحياتي بقى لسياده اللواء، وقولي له ان انا بشكره جدا جدا على 10 ايام اياهم دول. السلام عليكم. باي. سي جابر عاود ليله امبارح من غير ما يجيب حكمه معاه. واه، ده كأنه الموضوع كبير قوي عاد. وهو الكبير علم بالموضوع؟ والله ماني عارفه. ربنا يسترها. شفت عاد يا سيد الناس؟ عشان لما اقول لك البت حكمه دي هتتعب دياب اخوك تبقى تصدقني، اهي ما رضتش تعاود معاك. والله ما انا خابر اقول يا ليل كبير لما يعاود من مصر، وكل ده بسببك انت يا وش المصايب. ما هي ضربتني برضه. ما هو من طولة لسانك وقلة أدبك. اكده برضك يا سي جابر. يا ولي افهمي افهمي، حكمة دي لا هي فتحية ولا اعتدال ولا حتى عنايات لبت خشت مدارس ومتعلمة، بت مدارس يعني وشها مكشوف. يعني بتنصرها علي؟ أنا بس بفهمك إنها مناوياش تعدي الموضوع ده على خير. ربنا يستر لما يعاود الكبير من مصر ودياب من غربته. باي عليك اي ضربه تيجي في معاميعك. اشتقنا لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. اوكي يلا بينا. يلا.
هلا بدياب. كرواتيا منوره. كرواتيا منوره بنسها وبنورك يا مستر الألبير. لو مشتاق لنور مستر الألبير ما كنت خبتها لغيبي كلها. صح. طمني اخبار الشغل شو؟ قبل اخبار الكبير والدك شو؟ الكبير بسلم عليك قوي، بقول لك الموسم هيبتدي ولازم نكون جاهزين لكل الطلبيات. المبلغ تحول من حسابهم لحسابنا والبضاعة رح تتسلم بالمحل والوقت اللي اتفقنا عليه. فإذا تابع الترتيبات مع دياب. دياب أنا عندي موعد مسبق فبعتذر، إنما على العشرة حنكون سوا بنحكي برواق عن والدك وعن كل شيء. Take your time مستر أربير. توحشتك قوي. اشتقت لي كثير عشان هيك غبت كل هالغيبة. سي طاهر. بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا. العيال نامت يا طاهر؟ والله وابوك كمان نام. طب بتصحيهم؟ ايه لا بس يا راجل، داني ما صدقت انه بناموا عشان يروق لنا الجو ونبقى براحتنا. يا سلام. الله يسد نفسك يا بعيده. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ في واحده جوزها يبقى مسافر بقاله اكتر من شهر، ولما يرجع تلبس له الجلابية دي وعليها الإشارب دي ويبقى ريحتها طبيخ منتن. المهم الحشو يا سي طاهر. الحشو؟ طب كلميني على حاجة ما نعرفهاش. خدي خدي يا ولي إزازة الريحة دي بدل اللي انت بعتيه. حاضر يا سابقي. الله روشي نفسك كده، روشي نفسك. أنا عايزك تتصلي بالمطافي وتقول لهم ييجوا كمان ساعتين. وانا أقول لك ثلاث ساعات. ليه كف الله الشعر؟ اصل المرتبة دي هتولع النهاردة. اصلاني هعمل زلزال في البلد كله وحوقع البيوت اللي حوالينا. كده لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت بصراحه. قلقانه يا حسام وقاعده بفكر. انت بتتكلمي جد يا سلمى؟ قلقانه من ايه؟ يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز. روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا انه الجواز شهر العسل وبس، وبعد كده كله ملل وروتين. كله ملل وروتين؟ يا سلام، الكلام ده مش معايا يا ماما. ها انت معاك يا حسام. انا شخصيا شخص متغير، احب التغيير واموت فيه زي عينيا. يا سلام، بتحب التغيير؟ انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها. شفت انت سيئت الناس ازاي؟ شفت انت سيئت الناس ازاي؟ انا اقصد التغيير، يعني هتلاقيني بفاجئ. يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي، يوم هقول لك البيت بقى ده متقيل يلا نغير البيت، يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه، المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله. المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات الثانيه اللي اول ما تتجوز. ها اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز. اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرض بقى، اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص، اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها. طب بس ده طبيعي يا حسين؟ يسلم. لا طبعا مش طبيعي. الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها. الراجل مننا برضه سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه، صح ولا غلط؟ ايوه، بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير. انا شخصيا حغير حتى من ولادي. خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي. ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها. شفت بقى اديك قلتها، انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها. انا هقعد العب مع سلمى الصغيره اسيب سلمى الكبيره؟ طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي؟ ايه يا حسين؟
اللي ايه يا حسين؟ في ايه؟ وانا جاي من جامعه الدول العربيه، انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي. قومي يلا، قومي يلا، تعالي. هزعق يا جماعه، انا هلعب مع سلمى. شو عجبتك ولا لا؟ ما قلت لك انا صفقه لك، يعني لك عجبتيني. ده انت بميت راجل. ايه انا ميت رجال؟ خرب ذوقك. لا انا ست الستات. بعدين حبيبي بزنس از بزنس، بما انه انت كوركت معي لهلا بتعطيني حق بعطيك حقك. حقك محفوظ وزياده هبابي. هبابي؟ شو يعني هبابي؟ اشرحها كيف دي. هبابي يعني عنديني زياده حبتين. زياده حبتين؟ ايه حبيبي. ايه انا كثير بحب الهبابه.